السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ بخير، نتمنى كلشي يكون بخير. اليوم فيديو جديد، توقعات مباريات اليوم الجمعة. عندنا 9 الماتش، حاولوا تلعبوا 4 الماتشات ولا 3 الماتشات، وبالتوفيق للجميع. وما تنساوش التفاعل ديالكم. ونبدأ بأول مقابلة. عندنا أول مقابلة بين الخليج الساحات مع الاتحاد السعودي، من خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى المستوى الترتيب بينهم آخر مقابلات قاموا بها الفريقين. بالنسبة دائما الاتحاد كتلعب مع الفريق الخليج ديما كتفوز عليها، وبالنسبة في الترتيب فايتها في الترتيب، والاتحاد خصها تربح. أحسن توقع لهذه المقابلة دوس فاينال. وبالنسبة للفريق الدفرة والواصل، خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى المستوى الترتيب بينهم آخر مقابلات قاموا بها الفريقين. بالنسبة الواصل، آخر ماتش ربحته باسم الدفرة، آخر ماتش خسراته. أحسن توقع لهاد المقابلة بليس ديال جوجونس لي جوجونس. والمقابلة بين بيتر بورن مع سيت بولي الألماني، من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهم وآخر مقابلات قاموا بها الفريقين. بالنسبة لآخر مقابلة سانت بولي ربحات، وبالنسبة لبيرد بول تعادلات. أحسن توقع على المقابلة بيوتي ماركي وجوج. والمقابلة بين فريبورغ 2 ودورتموند بروسيا دورتموند الثاني، تروازيام سيري، من خلال الإحصاء والأداء اللي كيقدموا الفريقين، وأيضا حتى المستوى الترتيب بينهم آخر مقابلات قاموا بالفريقين. بالنسبة لفريبورغ آخر مقابلة ربحاش، وبالنسبة لدورتموند آخر مقابلة ربحاش. وبالنسبة للترتيب فريبورغ هي الثانية ودورتموند هي 16. أحسن توقع لهذه المقابلة أس فينال. اما بالنسبه للمقابله اندرلخت فيوتشر مع نيكست، تروازيام سيري دي بلجيك، من خلال الاحصاء الاداء اللي كيقدموا الفريقين، ايضا مستوى الترتيب بينهم، دائما المقابلات بينهم كيطلعوا اكسات تعادلات. واحسن توقع لهذه المقابله هو بي مارك بجوج. والمقابلة بين ماستريخت وفيلينو الهولندي، دوزيام سيري، من خلال الإحصاء والأداء اللي كيقدموا الفريقين، وأيضا حتى المستوى الترتيب بينهم وآخر مقابلات قاموا بها الفريقين. بالنسبة لفيلينو دائما كتفوز على ماستريخت، وبالنسبة لآخر ماتش ديال فيلينو خسراش، وآخر ماتش ماستريخت ربحاتو. أحسن توقع لهذه المقابلة بليس ديال جوجونز. والمقابلة بين دودريخت وأنميريا سيتي، الدوري الهولندي، من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا المستوى الترتيب بينهم وآخر مقابلات قاموا بها الفريقين. آخر مقابلة بين دودريخت وأنميريا سيتي ربحات أنميريا سيتي، آخر مقابلة بين أنميريا سيتي ورودا ربحات، وآخر مقابلة قامت بها دودريخت مع رودا مع بريدا خسرات. بالنسبة للترتيب الثالثة أنميريا و 18 دودريخت. أحسن توقع لهاد المقابلة بليس ديال جوجونس وأو دوس فينال. والمقابلة بين أرنيهم ومع أزي أركمار، من خلال الإحصاء والأداء اللي قدموا الفريقين، وأيضا حتى المستوى الترتيب بينهم وآخر مقابلات قاموا بها الفريقين. بالنسبة ديما المقابلة بين أزي أركمار وأرمينيا، ديما الفوز بأزي أركمار على أرنيهم. اخر مقابله ارني مع اجاكس خسرات، واخر مقابله ديال ازي الكمار ربحات.
أحسن توقع لهذه المقابلة بليس ديال جونز أو بدوس فينال. والمقابلة بين أوتريخت مع فورتينا ستيراد الدوري الهولندي، من خلال إحصاء الأداء اللي قدموا الفريقين وأيضا حتى مستوى الترتيب بينهم وآخر مقابلات قاموا بها الفريقين. بالنسبة للترتيب، أوتريخت هي السادسة وستيراد هي 13. أحسن توقع لهذه المقابلة بليس ديال جوجونز. انا اخوتي كسالي الفيديو ديالنا، نشوفكم فيديو جديد في التوقعات القادمة، وما تنساوش التفاعل ديالكم ولي لايك، وبالتوفيق للجميع.